الوفاق عبر الصفحة الرسمية لخصوها ب مناجير تقني رياضي عام وناطق رسمي للفريق اظن انه هناك تداخل هناك تداخل كبير في في المناصب هنايا انا تبان في تسميه مثل هذه ولا منصب مثل هذا يمكن انه يقسم الى ثلاث مناصب او ثلاث اشخاص يتولون ثلاث مهام مختلفه ممكن نقدروا نقولوا بلي بلك هما شركه سونيل غاز شافوا بلي هذه المناصب ممكن راح كان راح يكون خلط وتداخل في المناصب يخلق مشكل مستقبلا داخل الفريق فقروا يجيبوا واحد يعني عنده خبره آه ك ك كعبد الكريم بيره هذا آه المنصب لكن لكن في في بالمقابل احنا نعرفوه عبد الكريم بيره هو كان سابقا آه انسان تاع تيران كما نقولوا احنا كمدرب منصب كهذا نعرف انه اكثر هو اكثر منه اداري من من تقني أظن خاصه في الجانب تاع التسيير في التسيير لذا الواحد يتساءل يقول هل عبد الكريم بيرا هو الشخص المناسب لهذا المنصب لا 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 شفت قبل قليل تطلعت في عبر صفحات انصار وفاق سطيف الجميع يتساءل وليسوا مقتنعين بهذا الخيار هم اعلم وأضرب بما يجري داخل الفريق لانه شفنا من قبل اعلان هذا التنصيب شفنا اسماء تم تداولها في المنصات البارح شفنا عن طريق حتى انه اعلن كانه رسميا صح قال لك حتى الشخص هو يعني عن طريق يعني تعجب وتفاجا من الخبر هذا قال لك ربما شيء اللي ما على باليش به يطبخ في ظهري ولا لكن في الاخير ظهر باللي كانت مناورات اظن من شركه سوني الغاز كانت تحاول تتخبي يعني ونجحت في الامر لانه صحافة معروفه احنا نعرف صحافه وفاق سطيف زملاء مثلك مثل اخرين من, قب... من يجيب الاخبار كانوا يجيبوا الاخبار تاع ما يجري داخل يعني... لكن منذ التحاق شركه سوني الغاز بهذا الفريق استطاعوا يعني انه يمبوزي كما يقولوا البلاك داخل هذا ال... في تسيير الفريق واللي يخرجوا اليوم بهذا القرار عبد الكريم بيرا انا شخصيا اشك في قدرته في تولي مناصب مثل هذه لانه يعني ما نقولش منصب لانها مناصب ابراهيم زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر